بوثائق مصورة وإفادات شهود ومصادر مفتوحة، وثقت الأمم المتحدة نحو مليون دليل بالشأن الجرائم المرتكبة في سوريا منذ عام 2011، أدلة أشار بعضها لاستخدام ميليشيا أسد الطائفية العنف الجنسي ضد المعتقلين ضمن ما اعتبره التقرير الأممي أحد أشكال جرائم الحرب التي تشهدها البلاد. هل من محاسبة لنظام أسد على تلك الجرائم؟ لم يصدر بعد جواب أممي على ذلك التساؤل، غير أن أمين عام المنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش أقر هو الآخر بصعوبة تحقيق العدالة، مرجعا ذلك لغياب المساءلة داخل سوريا، إضافة لمأزق مجلس الأمن، في إشارة لأي فيتو روسي أو صيني قد يلتف على قرارات تدين نظام أسد. وهذا كله حسب غوتيريش خلف خيبة أمل في نفوس الضحايا وإثارة شكوك إزاء التزام المجتمع الدولي بسيادة القانون. الأدلة تلك تأتي ضمن عمل الآلية الدولية المحايدة والمستقلة بشأن سوريا، والتي أقرتها الأمم المتحدة في كانون الأول من عام 2016. ومنذ ذلك التاريخ قدمت الآلية الأممية 3 تقارير تؤكد فظاعة الجرائم المرتكبة في سوريا دون اتخاذ أي إجراءات رادعة لنظام أسد سوى إدانات خجولة من هنا وهناك.